السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتنا مرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم قناة أثاثيقة. اليوم راح نوريلكم الصالونات المتوفرة اللي راهم هنا في هذا الطابق. كما راكم تشوفوا خوتنا لو صالون هذا اللي راهو يدير ب 11,800,000 كما راكم تشوفوا، اللي فيه دو بونكات وبالمخايد تاعو كما راكم ثاني تلاحظوا، وفيه لاكودوار تاعو اللي جاي ستيل سبيسيال والثاني مرفود على الأرض كما راكم تلاحظوا. هذا البري تاعو خوتنا راهو يدير ب 11,800,000. خاوتنا كيما راكم تشوفوا لي راهو يطلع لينا الصالون كوكياج. صالون كوكياج كيما راكم عارفين رانا دايرين له بروموسيون. الباك تاع صالون كوكياج اللي راهو يدير ب 16,800,000 اللي فيه دو فوتاي تاع بلاصه كيما راكم تلاحظوا، وفيه اون بونكات تاع 3 بلايص وفيه اون بونكات تاع 2 بلايص. هذا ونزيدوا له ثاني طابل باز من عندنا اللي تقدر تتخيرها كيما تحب، ولا طابل جيغونت ثاني تقدر تخير اللي تحب، اللي راهم متوفرين عندنا في المحل تقدر تخير اللي عجباتك. وزيد معاهم لارجونتري دو كوان، هذا كامل ب 16,800,000 ومع التوصيل الخاوة. عاد نقول لكم واش فيه خاوتنا. فيه كيما راكم تشوفوا الصالون كومبلي كيما راكم تلاحظوا، فيه زوج لي فوتاي تاع اون بلاص، اون بونكا تاع 3 بلاص، اون بونكا تاع 2 بلاص، ولا طابل باز، ولا طابل جيغونت من هنايا، ولارجونتري دو كوان، هذا كامل ب 16,800,000. زيدوا روحوا نشوفوا صالون واحد اخر. كاين هذا لو صالون خاوتنا لو صالون بيلوت 2 اللي يدير 16,800,000 بلا طابل باز تاعو. خاوتنا لو صالون بيلوت 2 روعة، صدقوني غير ما شاء الله، خرج بزاف شباب. وفيه لو كولور خاوتنا تقدروا تستفسروا وتعيطونا ولا تتصلوا بنا عبر حسابنا في الفيسبوك او الانستغرام، وزيدوا نوريلكم لي كولور ولي موديل اللي كاينين. زيدوا روحوا نشوفوا صالون اخر. خاوتنا هذا انوتر موديل تاع لو صالون ال. هذا لو صالون بزاف شباب وفيه حاجة سبيسيال في لي زاكودوار تاعو كيما راكم تشوفوا خاوتنا. لي زاكودوار تاعو كوفري ومام لداخل خاوتنا راهو غامق، معناتها تقدروا تحطوا فيه لي زاسيات ولا اي حاجة تحبوا تحطوها لداخل. هذا لي البري تاعو راهو يدير ب 11,800,000. خاوتنا كيما ورينا لكم لو باك تاع كوكياج، عندنا انوتر باك تاع صالون اللي هو صالون المرسى. كما راكم تشوفوا في صالون المرسى هذا خاوتنا اكزاكتومون كيما الباك تاع كوكياج، نمدو لكم معاه اون طابل باز ونزيدو لكم اون طابل جيغون وثاني ارجونتري دو كوان. هذا كامل كيما راكم تشوفوا فيه بلا بونكات تاع 2 بلاص، بلا بونكات تاع 3 بلاص، وفوتاي واحد تاع اون بلاص. هذا كامل ب 16,800,000 مع النقل ل 58 ولاية. نعاودو نذكروكم خاوتنا، هذا لو باك تاع المرسى اللي فيه اون بونكات تاع 2 بلاص واون بونكات تاع 3 بلاص، وفيه ان فوتاي تاع اون بلاص مع لا طابل باز واون طابل جيغونت وارجونتري دو كوان اللي يدير كامل ب 16,800,000 مع النقل ل 58 ولايه. خاوتنا ودوكا نروحوا للمفاجاه تاعنا، الصالون اللي بزاف بزاف روعه، الصالون اللي جميع عمال اثاثيقه كاع عجبهم وشكروه، دوكا نوريه لكم خاوتنا. خاوتنا بعد ما شفتوا كامل هاد لي صالون رانا جبنا لكم صالون مفاجاه سبيسيال لمحبي اثاث الثقه. هاد لو صالون خاوتنا صدقوني غير فخم، فخم جدا ورائع وفيه لا فينيسيون ما تامنوش ومخدوم طري 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 بيان. خاوتنا نضربوا فيه لمحه ونعاودوا نولوا نشرحوه لكم. دوك يتفضل معنا الاخ اسامه يزيد يشرحه لنا ويزيد يفسر لنا الامور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خاوتنا، مرحبا بكم معنا توجور من صفحه اثاث الثقه من قناه اثاث الثقه. خاوتنا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير خاوتي، والفائده تاعنا كاع كي تكونوا بخير خاوتي. جبنا لكم لي صالون بزاف شباب. خويا حسين الاسم تاع لي صالون اسمه السلطان. الصالون سلطان خاوتنا هذا يحتوي على 7 بلاص ولونكادرمون تاعو كامل اومبوانات خاوتنا، والقعدة تاعو دي ترون فيه دو طاب دو كوان خاوتنا بلوس لا طابل باز ديالو. السعر تاعو نخلو لكم في لافان تاع الفيديو خاوتنا، اتفضلوا معنا. بسم الله خاوتي، كيما شفتوا لو صالون هذا خاوتنا بزاف شباب، تحفة ما شاء الله خاوتنا، مرفود على القاعة كومبلي كيما راكم تشوفوا فيه اومبوانات خاوتنا، في لي زاكودوار ديالو بزاف شابين خاوتي كيما راكم تشوفوا، يعني تحفه وطري طري بيان فيني. القعده تاعو خاوتنا ما شاء الله، يعني تقعد كونفورطابل خاوتنا. نزيدو المخده تاعو خاوتي كيما راكم تشوفوا تحفه ما شاء الله، خدمنا لكم دي مونطاب خاوتي كيما راكم تشوفوا، تحب هاد الجهه تحب هاد الجهه، فيها دو فاصات خاوتي كيما راكم تشوفوا. فيه الكابيتوناج تاعو خاوتنا فيكس لداخل كيما راكم تلاحظوا في الشاشه. هذا الامبلاس تاعو نروحو ل 3 بلاص تاعو خاوتنا،
برو بلاس تاعو خاوتنا فيه 4 بي يعني مروفور شي حاجه تحفه ما شاء الله خاوتي كيما راكم تشوفوا مقسوم اون دو خاوتنا في القاعده ديالو خاوتنا جاي الشكل تاعو بزاف شباب خاوتي كيما راكم تشوفوا عندك لي زاكودوار تاعو اون بوا اتر خاوتنا لو كادرمو تاعو كامل اون بوا اتر خاوتي تحفه طري طري بيان فيني خاوتنا الخده تاعو ثاني ما نحكيلكمش كيما راكم تشوفوا فيها تحفه ما شاء الله زيدو نروحو خاوتنا لدي بلاس ديالو دي بلاس ديالو خاوتنا يجي متناسق مع الشكل تاع تروا بلاس تاعو خاوتنا تحفه ما شاء الله خاوتي كيما وريت لكم خاوتنا القاعده دي درون دي مونطاب لي بي تاعو في الاد تصميم جد ذكي خاوتنا تحفه ما شاء الله نروحو ديريكتومون لاطاب دي كوان تاعو خاوتنا كيما راكم تشوفوا فيها تحفه فيها 4 بيون بوا اتر خاوتنا قاعده زجاجيه فيمي خاوتي والاخرى نروحو على اليسار ثاني خاوتي كيما راكم تشوفوا فيها خاوتنا تحفه ما شاء الله كنتو مع لي صالون خاوتنا ياسين السلطان 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 هذا بزاف شباب خاوتنا تحفه ما شاء الله لا طاب الباص تاعو خليتها لكم هي الاخيره خاوتنا قاعده زجاجيه في مي خاوتنا نشرحوها لكم غير في غرضنا بي غازير خاوتي في الاتر حاجه تحفه ما شاء الله وطري طري بيان فيني خاوتنا لي صالون سلطان هذا ان شاء الله يكون عجبكم كيما عجبنا حنايا بزاف بزاف خاوتي وشكرا على المتابعه وان شاء الله ما نكونوش قال عليكم خاوتنا كثرونا بلي جامو لي كومونتير ولي زابوني بيان سير السعر تاع لي صالون هذا 27 مليون و800 خاوتنا بالنقد 58 ولايه سلام